ما حكى لك هذا ابو الكراكيف على الحكي اللي صار بينه وبين ابو الطبخات حمود؟ بقول لي تعارف ومجامله بس. بس ما حكى اكثر من ايه؟ ايش يا ابو الكراكيف يا اخوي؟ جايبينك تشتغل مش جايبينك الشم هوا. اي على اي الجيره لو فيك خير من اوكرانيا ما ودوك علينا، شكلهم زحلقوك علينا الزحلق وزياده عن حاجتهم. غب على هالغليون غب عمي. ها آه. قوم 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 تفضل. قوم لا توطوط عاد. قوم تفضل يا عمي عشان تشوف القطع الناقصه. ينقص زولك ان شاء الله. تعال جاي. وات كامن. قول له قول له مش شغله، خلي ركب الماكينات والمدخنه احنا نركبها. قلت له يا عمي مش راضي يشتغل، مش راضي، بقول انه المدخنه حقها 5000 دولار ما بركب وبجهز ولا انها واصله. والفلاتر والمصافي، يعني انا شو اسوي؟ كل فلتر حقه 50 دولار. وات وات كوت وات وطك البين اسكت. كل فلتر حقه 50 دولار وبالشهر ودها اربع فلاتر، يعني 200 دولار. طيب انا شو اساوي؟ شو اساوي يا عمي؟ قول له انا اشتريت من الشركه تبعته ماكينات بدون مدخنه. ماني قلت له مش رد علي، اساله. وات وات حبيبي اسكت. بعدك متنح مثل الثور الهولندي لويش. The important security system for the people. ترطن على قبرك قطة ضباع ان شاء الله. على مهاش شو يقول عمي؟ هذا بيحكي عن نظام الامان بالنسبة للناس اللي حوالين المصنع. ما في ناس حوالينا، ارض خاربة عمي. قصده عن تل الشومر. ما في ناس من تل الشومر هان، بعدين مهم رايحين يشتكوا عليه، مهم رايحين يلحقوا على اوكرانيا يطالبوا بعطلوا ضرر. ايوه يا عمي شو والحل؟ معقولة؟ ماشي والله يجوز تعلم. قول له يحط بجيبته 1000 دولار بخشيش له يصرفن وهو رايح من هان بالمطار على اوكرانيا. معقولة يا عمي نحكي له هيك؟ قول له شو دريك؟ مجرب كركوف. اقول انت عمي if you want 1000 دولار you okay okay good عمي.